يواصل المجلس القومي للمرأة بدمياط بالاشتراك مع قصور الثقافة بدمياط تنظيم فعاليات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية في المحافظة. تتمثل الفعاليات في الجلسات والأمسيات التي تقام في قرى حياة كريمة، وقد استقبلت قرية السوالم في مركز كفر سعد جلسة الحوار ضمن أمسية الأسرة المصرية، وتضمنت ورشة رسم إلى جانب مشاركة فرقة الآلات الشعبية التابعة للمركز بفقرات متنوعة.